زين احنا هون وصلنا حكينا انه في عندي الروتس تبعت النيو الدينومينيتر رح تعطيني البولز، والبولز هاي ممكن تكون ريل وممكن تكون كومبلكس. احنا الاعداد بنبدا اول شيء بنبدا بالاعداد بايش بنتعلم بالمدرسه اول شيء؟ اول ما بودوا الولد على الروضه شو بتعلم؟ بتعلم الصفر، حتى ما بيعرف الصفر، الصفر مفهوم مش سهل مزبوط؟ ايش بتعلم؟ بتعلم واحد اثنين ثلاثه اربعه مزبوط؟ هذه شو بتسميهم؟ انتجرز او بوزيتيف انتجرز، يعني عندي رقم كامل مش هيك؟ بعدين بتوسع شوي شو بصير اطلع؟ بصير اطلع على الصفر والماينس انتجرز، النيجاتيف انتجرز والبوزيتيف انتجرز مش هيك؟ بعدين بنتقدم شوي شو بصير نطلع؟ على الفراكشن والراشنال نمبرز اللي بقدر امثلهم 5 على 3 مزبوط؟ هاي الارقام بنسميهم راشنال نمبرز. بعدين لسه انا بنحكي بالريل، كله هدول ريل مزبوط؟ بعدين ايش بصير عندي؟ الراشنال نمبرز، الراشنال نمبر اللي بقدرش امثله بحاصل كسرين 5 على 5 على 3 او زي مين؟ ايش اشهر رقم الراشنال؟ هاي طيب ما بقدرش امثله، ما بقدرش احطه 22 على 7 او شيء، الراشنال نمبر. بعدين بنتطور الارقام لسه اوسع من هيك، ايش بدخل معي الارقام الجديده؟ الكومبلكس. يعني اعلى شيء او اكبر شيء للارقام صار عندي الكومبلكس، حتى احط الارقام كلها هون، حطينا هون اكسس ريل، وهون ايش حطينا اكسس ثاني؟ لكن لاني عم بحكي بالفريكونسيز بالكنترول، ايش كانت الوحدات تبعتهم؟ الهم وحدات هذول، شو وحداتهم؟ راديانز بير سكند، وهذا كمان راديانز بير سكند. والاس اللي احنا بنحطها هون اللي هي الكومبلكس بتساوي سيجما بلس جي. فالشكل العام لاس كرقم ككومبلكس نمبر في له جزء ريل هيو، وفي له جزء ايماجينري، لانه انا بدي امثل اي سيجنال بدي اياها اللي ممكن تكون موجوده بالسيستم. خلينا ناخذ على سبيل المثال، لو انا عندي ساينوسويدال سيجنال والامبليتيود تبعها كونستنت ما عم بتغير، لا عماله بزيد ولا عماله بنقص، وعرفت الفريكونسي تبعتها، شو بقدر امثلها باي شكل؟ مش بقدر اقول هاي ساين اوميجا تي مظبوط؟ مظبوط مش هاي؟ ايش مالها؟ ساين ويف لكن لو انا عندي سيجنال زي هيك ايش بقدر امثلها؟ اي تو ذا ماينس مثلا اكس تي مش هيك؟ مظبوط؟ طيب لو عندي سيجنال زي هيك كيف بقدر امثلها؟ بضرب من بعض هذه يعني حاصل ضرب اثنين مش هيك؟ حاصل ضرب ايش هاي؟ حاصل ضرب هاي مضروبه في هاي، فكانه لها فريكونسي معقده، الفريكونسي المعقده تبعتها من ايش بتشمل؟ بتشمل كلاسيكال فريكونسي اللي هي جي اوميجا، مش هاي بتصفي هون عند جي اوميجا اي تو ذا جي اوميجا اذا اخذتوا اويلرز ايدنتيتي، وايش بتشمل كمان؟ بشوف بلاحظوا هاي لو انا طلعت منها جي اوميجا تبعتها وطلعت منها الديكي، الديكي تبعها على فكره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. اذا وين لازم تكون؟ هون مظبوط؟ والها جي اوميجا من هون، اذا هذه السيجنال لما باخذها رح تصير عندي هاي بتمثل هذه الفريكونسي. لاحظوا جي اوميجا لازم يكون فيها بوزيتيف ونيجاتيف لانه هي عباره عن ساين وكوساين. الى هذا الجزء وهذا الجزء. طيب لو انا عندي السيجنال هاي اللي شفناها من هون كانت القيمه هذه ثلاثه، ايش الفريكونسي تبعتها على الدومين هون؟ وين الفريكونسي تبعتها رح تيجي؟ هل هي نيجاتيف اول شيء ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. هل فيها ساين كومبوننت؟ هل فيها اوسيليت كومبوننت؟ اذا وين لازم تكون؟ عريض اكسس من هون، وقديش ببعد؟ واحد اثنين ثلاثة. اذا انا بقدر امثل اي فريكونسي لسيجنال، ليش بهموني هذول السيجنالز؟ لان هذول السيجنالز هم اللي بشوفهم انا في السيستمز اللي احنا بنحكيها. اذا انا مسكت سيستم وضربته وعملت له اكسايتيشن وتركته، كيف ممكن يستجيب؟ ممكن يستجيب زي هيك مظبوط؟ ممكن يضل يعمل زي هيك، لو انت مسكت شوكه رنانه وضربتها وتركتها، شو رح تعمل الشوكه الرنانه؟ مش رح تعمل اوسيليشن، بس بعد فتره شو بصير فيها؟ هذا هو الاوتبوت تبعها، لانه انا بهمني السيستمز، بهمني امثل الفريكونسيز كلها، هذا اسمه البلين، هذا ايش اسمه؟ الاس بلين، او ايش بنسميه كمان؟ الكومبلكس فريكونسي. كومبلكس فريكونسي لانه هي مش فريكونسي بالمعنى التقليدي انه في عندي اف او اوميجا. اذا هلا رح نعمل المره الجايه رح ناخذ هذول البولز والزيروز اللي طلعناهم ورح نرسمهم على الاس فريكونسي على الكومبلكس فريكونسي بلين.